ملعب هيت بمحافظة الأنبار كرنفال شعري بمناسبة يوم النصر وذكرى تأسيس الجيش العراقي والشرطة. ويهدف المنظمون للحفل إلى نبذ الطائفية والفرقة ونشر رسائل المحبة والسلام من شمال العراق إلى جنوبه. بشير الحسن والتفاصيل. بعد تحرير محافظة الأنبار وإعلان النصر النهائي على تنظيم داعش، تتوالى الفعاليات والنشاطات في المحافظة. احتضن ملعب هيت كرنفالا شعريا تحت عنوان دم الشهداء يوحد أبناء الأنبار الأحرار. شارك فيه نخبة مميزة من شعراء العراق. هذا العرس الكبير، هذا المكان الجميل، خاصة بعد تحرير هيت جاي نحس احنا بين منطقتنا وبين ناسنا وهنا. انطباع عن هذه الزيارة، والله العظيم كأني ببيت أهلي قاعد. والله العظيم حضرنا اليوم مدينة هيت العزيزة، حضرنا الكرنفال الشهداء، وكان حضور مميز من الموجودين من أهالي هيت، من أهالي حديث اللي حضروا ويانا اليوم، وشرفونا شعراء من مدن الجنوب العزيزة، من يعني من جميع محافظات العراق. وكان كرنفال يعني حي، جمع كل المناطق كل الأطياف، وإحنا نشكر أهل هيت ونشكر الشعراء اللي حضروا ونشكر كل من ساندنا بهذا الكرنفال. وكان يعني الغاية منه الكرنفال إنه على أرواح شهدائنا، شهداء العراق جميعا. رسالة الكل معوق سن مني تقول إذا ما بيك تمشطيك رجلي. التهبت منصة الاحتفال بقصائد شعرية تفاعل معها الجمهور الذي غصت به مدرجات الملعب، والتي دعت إلى الوحدة ونبذ جميع أشكال العنف والطائفية. نشكر أهالي حيت على إحياء هذا الكرنفال الذي حضره جميع أطياف الشعب العراقي من مدينة الصدر ومن البصرة ومن بغداد. هذا الكرنفال كرنفال الشهداء الذي أقيم على ملعب مدينة هيت، والذي شارك به من حديثة هيت الأنبار الفلوجة جميع شبابنا، من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن نتجه لبناء الأنبار ومن أجل أن نتعايش بالسلم والسلام. وأكيد حضر معنا من أبناء البصرة وأبناء النجف وأبناء الموصل وأبناء صلاح الدين، كلهم اليوم على أرض مدينة هيت من أجل أن نكون يد واحدة بالعمل وليس بالقول فقط. وأكيد في أيام القتال كانت هناك رجال تخطوا بالأقلام، وهذه الأقلام نزفت دماء كثيرة وليس حبر، من أجل أن تنتظر هذا اليوم، من أجل أن يتكاتف العراقيين ورحم الله شهداء العراق من أقصاه إلى أقصاه. وعلى امتداد مساحة محافظة الأنبار ما زالت الاحتفالات تتوالى كي تعود هذه المحافظة إلى سابق عهدها أمناً وأماناً واستقرار. بشير الحسن، قناة الفلوجة.